السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ليكم الحمد لله، راه كاين الشرفة، هاد البلاد السعيدة فيها الشرفة. الشرفة شكون هما الشرفة؟ هما كينتميو لآل البيت، عندهم الخلايا ديالهم والهرمونات ديالهم متصلة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندهم صفات. الصفة ديالهم كتلقى عنده قلبه كبير، كلامه حلو، كيمد يدو للخير وما كيطمع في حد. هادو هما الصفات تاع الشرفة. اللي فيها هاد الصفات عارفو راه شريف، ولا ما فيها هاد الصفات خصو يراجع نفسه. كتلقى دائما من صفاتهم كلامهم حلو وقلبهم عامر بالخير والإشراق، وكتلقاهم دوما مادين يديهم للخير ويكفون أداهم عن الناس، وفيهم الإكرام وفيهم الإحسان. هادو هما الشرفة في البلاد كتار الحمد لله، في مواطن كثيرة متفرقين في كل مكان. وكتلقى شي واحد فيهم بسيط، إنسان عامي أو امرأة أمية بسيطة، ولكن من اللي كيوقف معك كتحس بأنك واقف أمام إنسان عنده قيمة علمية وهرم، هرم في الشخصية. كتحس به بأن عنده معنويات قوية ودعوته مستجابة. طلبوا الله سبحانه وتعالى لا خدوش يستجب لنا وليكم. وهذا الشريف الله يشافيه ويعافيه، وزوجته الله يرحمها وتوسع على الرحمات، وهذوك الوليدات الله يتولهم بالعناية والرعاية، الله يكون لهم وليا ونصيرا. كنشكروك لاله خدوج، وكنطلبوا الله تعالى يمتعك بالصحة والعافية، والرضا ديالك يبقى حبوس على وليداتك وبنياتك. اللهم امين، اللهم امين يا رب يا كريم. وشكرا للسي رشيد على هذه القراءة الطيبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله قريبا. حياك الله خويا، بارك الله فيك. كيداير الوليدات؟ ولله الحمد خويا، بارك الله فيك. الحمد لله، الله يصلح لك كريك والله يحفظك، راه كنستافدوا منك. جزاك الله الف خير. وكنستافدوا من ميد راديو. بارك الله فيك مولاي. وبغيت الوليدة من خدوش. أيه؟ الميمة. أيه؟ راه كتسلم عليك وقالت لك الدعاء معايا الله يعطيها صحيحتها. يا رب لا تعطيها الصحيحة والعافية وشي حجة، ما تكون إن شاء الله هدية من الرحمن. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب يا رب. هي راه شلحة، راه في الشلوح كيقول لها لالا خدوش. أيه؟ وهنا في العرب، هنا في الشماعية في الدوار، هنا في جناح الغار كيقول لها مخدوش، كلشي الدوار كيقول لها مخدوش، وفي الشلوح كيقول لها لالا خدوش. مشرفينها الناس الحمد لله، هذا شرف، شرف في الدين. تبارك الله. كي يقول الدعاء معايا واللي دعات ما كاين الله تيسير. وشريفيه هذه الحمد لله، كاين الناس اللي فيهم النيه وفيهم الصدق. اللي فيهم النيه والصدق ربي ما يرد الدعوه ديالهم. الحمد لله. وكنرحموا على ذوك الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. اللهم امين اخويا. واللي بقوا الله يصلحهم، والله يحفظ الملك ديالنا، والله يحفظ المغرب ديالنا. يا ربي يا ربي. يا ربي. وبغينا 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 لاله خدوج حتى هي شي دعوه من عندها. شي دعوتها مستجابة، مؤمنة صالحة. السلام عليكم لالا خدوش. الله يستر لك. اللهم امين لالا، والله يحفظك. بارك الله فيك. اللهم امين الشريفية. الله يستر لك ويحفظك، ما رزقك تيسير في بلاطع سير في النظر تيديك. اللهم امين. وبدا دعوة للبلاد كلها، المواطنين البلاد كاملة، البلاد والشعب والمالك وكل شيء. ويحفظ لك التريكة. اللهم امين الشريفية. والله انصر سيدي محمد. اللهم امين. الله يديره في المحافظات كريم. يا ربي يا ربي يا كريم، الله يشافيه ويعافيه. اللهم امين يا ربي. ولا مولاي ناشد. يا رحمن يا رحيم. ومن عرف يسرع ولا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الشرفه الشرفه دعوته مستجابه. الناس شي بركه نقرا. ايا مولاي رشيد، ايا خويا، ايا غنقرا شي بركه. انا غنقرا شي بركه وندوز لك الوالده باقا بغات تهضر معاك. واخا بولي نترحموا عليهم جميعا في هذه الجمعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والارض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار. نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم مولانا الكريم. صدق ما شاء الله عليك. ما شاء السي رشيد قاعد قراءة خاشعة. أبغى تهضر معك المهمة. أيه تفضلي. لالا خدوش هاي الوشري. لالا ودع عليا مع واحد السيد راه في السبيطار. الله يشافيها. ولوباتو كاملين كعيد بكا وماتت لي امهم وهو مشى مسكين فتح اليوم. لا اله الا الله. الله يشافيه ويعافيه. يا ربي الله يقعد وسادو. الله يشافيه. الله يعافيه ويداويه يا ربي. وهذه الجمعه يا ربي يرحم الزوجه ديالو وربي تولى وليداتو بالعنايه والرعايه. عن ولادي. يا ربي تشافيه وتعافيه. الله ينوضه بالسلامه. وخليناك على خير. شكرا لك الحاجه بارك الله فيك. لا خدوج شكرا لك والحمد لله. راه كاين الشرفه هذه البلاد السعيده فيها الشرفاء. الشرفه شكون هما الشرفاء؟ هما كينتميو لآل البيت. عندهم الخلايا ديالهم والهرمونات ديالهم متصله بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم صفات. الصفات ديالهم كتلقى عنده قلبه كبير، كلامه حلو، كيمد يدو الخير وما كيطمع في حد. هادو هما الصفات تاع الشرفه. اللي فيها هاد الصفات عارفو راه شريف، ولا ما فيها هاد الصفات خصو يراجع نفسه. كتلقى دائما من صفاتهم كلامهم حلو وقلبهم عامر بالخير والاشراق، وكتلقاهم دوما مادين يديهم للخير ويكفون اداهم عن الناس، وفيهم الاكرام وفيهم الاحسان. هادو هما الشرفه في البلاد كثار الحمد لله، في مواطن كثيره متفرقين في كل مكان. وكتلقى شي واحد فيهم بسيط، انسان عامي او امراه اميه بسيطه، ولكن من اللي كيوقف معاك كتحس بانك واقف امام انسان عنده قيمه علميه وهرم في الشخصيه. كتحس به بان عنده معنويات قويه ودعوته مستجابه. طلبوا الله سبحانه وتعالى لالا خدوج يستجب لنا وليكم. وهذا الشريف الله يشافيه ويعافيه، وزوجته الله يرحمها وتوسع على الرحمات، وهذوك الوليدات الله يتولهم بالعنايه والرعايه، الله يكون لهم وليا ونصيرا. كنشكروك لالا خدوج، وكنطلبوا الله تعالى يمتعك بالصحه والعافيه، والرضا ديالك يبقى حبوس على وليداتك وبنياتك. اللهم امين اللهم امين يا ربي يا كريم. وشكرا للسي رشيد على هذه القراءه الطيبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج سريبان حياك الله خويا، بارك الله فيك. كيداير الوليدات؟ ولله الحمد اخويا، بارك الله فيك. الحمد لله. الله يصلح لك كريكه والله يحفظك. راك نستافدوا منك. جزاك الله الف خير. راك نستافدوا من ميد راديو. بارك الله فيك مولاي. وبغيت الوليده مخدوش. أيه؟ الميمه. أيه؟ راك تسلم عليك وقالت لك دع معايا الله يعطيها صحيحتها. يا ربي لا تعطيها الصحيحه والعافيه وشي حجه تكون ان شاء الله هديه من الرحمن. اللهم امين يا رب العالمين. يا رب. هي راه شلحه في الشلوح كيقول لها لالا خدوش. أيه؟ وهنا في العرب هنا في الشماعيه في الدوار هنا في جنازه كيقول لها مخدوش. كل شي الدوار كيقول لها مخدوش، وفي الشلوح كيقول لها لالا خدوش. مشرفينها الناس الحمد لله. هذا شرف. شرف في تبارك الله. كيقول لها الدعاء معايا والدعاءات ما كاين الله تيسير. وشريفيه هذه الحمد لله. كاين الناس اللي فيهم النيه وفيهم الصدق. اللي فيهم النيه والصدق ربي ما يرد الدعوه ديالهم. الحمد لله. وكنرحموا على ذوك الناس اللي ماتوا الله يرحمهم. اللهم امين اخويا. واللي بقاو الله يصلحهم، والله يحفظ الملك ديالنا، والله يحفظ المغرب ديالنا. يا ربي. وبغينا لالا خدوج تاهي شي دعوه من عندها. شي دعوه. دعوتها مستجابه، مؤمنه صالحه. السلام عليكم لالا خدوج. الله يستر لك. اللهم امين لالا. والله يحفظك. بارك الله فيك. الحفاظ الكريم. اللهم امين الشريفيه. الله يستر لك ويحفظك. ما رزقك تيسير في بلاطع، سير في النزر تيديك. اللهم امين. وبدا دعوه للبلاد كلها، المواطنين. البلاد كامله، البلاد والشعب والمالك وكل شيء. ويحفظ لك الدريكه. اللهم امين الشريفيه. الله ينصر سيدي محمد. اللهم امين. الله يديره في المحافظات الكريم. يا ربي يا كريم. الله يشافيه ويعافيه. جاونا مولاي الحسن. اللهم امين يا ربي. ولا مولاي راشد. يا رحمن يا رحيم.
ومن عرف يسرع عاوني ويا ولا انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشرفه الشرفه دعوته مستجابه. خلاص على هذوك الناس شي بركه نقراه. اي مولاي سيدي اي خويا اي نقرا شي بركه انا غنقرا شي بركه وندوز لك الوالده باقا بغات تهضر معك. واخا مولاي نترحموا عليهم جميعا في هذه ليله الجمعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم مولانا الكريم. صدق ما شاء الله عليك ما شاء سي رشيد ما شاء قاعد قراءة خاشعة. بغيت نهضر معك المهمة. أيه تفضلي لالا خدوج. هاي الوشري لالا ودع عليا مع واحد السيد راه في السبيطار الله يشافيه ولداتو كاملين كعيد بكا وماتت لي امهم وهو مشى مسكين فتح اليوم. لا اله الا الله الله يشافيه ويعافيه يا ربي الله يقعد وسادو الله يشافيه الله يعافيه ويداويه يا ربي وهذه الجمعه يا ربي ويرحم يرحم الزوجه ديالو وربي تولى وليداتو بالعنايه والرعايه عن ولادي يا رب تشافيه يا رب تشافيه وتعافيه الله ينوضه بالسلامه وخليناك على خير. شكرا لك الحاجه شكرا لك الحاجه بارك الله فيك لالا خدوج شكرا لك. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.